طبعا يعني احنا داخلين على مباراتين مهمين جدا بتوع منتخب توجو طبعا مع المنتخب الوطني، ومهمين بالنسبه لنا ولازم نكسبهم. خلينا اقول لحضراتكم ان القائمه النهائيه للمنتخب لمباراتي توجو يوم 14 و17 نوفمبر ده هيعلن عنها طبعا كابتن حسام البدري المدير الفني بعد نهايه التدريبات النهارده، وقبل الحصول على راحه من التدريبات 24 ساعه على ان يجتمع طبعا او يتجمع المنتخب يوم الاثنين علشان يقدر يدخل في معسكر مغلق بانضمام كل العناصر اللي دخلت القائمه. صلاح كان بيتكلم على قمه الاهلي والزمالك في نهائي دوري الابطال حقيقه، كان بيتمنى ان ده يحصل، كان بيتمنى ان ده يحصل، وقال انه فخور جدا، والحقيقه كل المصريين لابد ان هم يحسوا بفخر شديد جدا، لانه ده مكسب واضافه كبيره جدا، مش بس على مستوى الكوره ومش بس على مستوى الرياضه، حاجه يعني بتخلي العالم كله يبص على اسم مصر، فالحقيقه ده شيء يفرح كل المصريين.